بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي المنام الرياضي بمناسبة فوز النادي ببطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة. هذا نصها. السيد الفاضل زهير إسماعيل كازروني رئيس مجلس إدارة نادي المنام الرياضي، السادة الرئيس وأعضاء الجهازين الفني والإداري لكرة السلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نعرب لكم عن تهانينا بمناسبة فوز نادي المنام المستحق ببطولة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة، مشيدين بما أظهره فريق المنامة من روح رياضية ومستويات متقدمة طوال مباريات البطولة حتى استحق الظفر بالمركز الأول. ونؤكد في هذا المقام دعمنا لكافة الجهود التي يبذلها الابن العزيز سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في تطوير اللعبة، حيث جاء توجيهنا بمضاعفة مكافآت الفائزين بالبطولة هذا العام لدعم الجهود الطيبة المبذولة للارتقاء بهذه اللعبة الجماهيرية. وننتهز هذه المناسبة لنعرب عن الاعتزاز بما ظهرت به البطولة من مستوى تنظيم مميز ليس بمستغرب على سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وهو يزيد من ثقتنا في قدرات الشباب ويعزز من فرص استضافة الفعاليات الإقليمية والعالمية في كرة السلة وتنظيمها بشكل يليق بمكانة مملكة البحرين وريادتها في هذا الجانب. والله أسأل أن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن وشعبه خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.